السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر اكتشف KG2 الترم التاني، والنهاردة هنبتدي نشرح مع بعض شابتر 1 أو الفصل الأول Sound of Music. Sound of Music يعني صوت الموسيقى، وده في المحور الرابع Communication. Communication التواصل أو الاتصال، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وأول صفحة في Chapter 1 أو Sound of Music صوت الموسيقى هي Page 53 أو صفحة 53، وعنوانها Sarah plays an instrument. Sarah plays يعني سارة بتلعب an instrument. Instrument اللي هي آلة موسيقية، أي آلة موسيقية من الآلات الموسيقية اللي احنا بنعزف بيها الموسيقى اسمها instrument. Instrument يعني آلة موسيقية. فهنا سارة صديقتنا اللي كانت معانا من أول الكتاب، كانت الأول اتنقلت للمجتمع الجديد وبعد كده بدأت تكون أصدقاء جدد وعرفت الأماكن الموجودة في الـ new community أو في المجتمع الجديد، ووصلناها وعرفناها الترانسبورتيشن المختلفة أو المواصلات أو وسائل النقل المختلفة الترانسبورتيشنز المختلفة، وعرفناها ازاي بتروح كل مكان بوسيلة مواصلات محددة، كل مكان ليه وسيلة المواصلات بتاعته. ودلوقتي سارة خلاص اندمجت في المجتمع وعرفت كل حاجة عنه، وهي دلوقتي هتبتدي تلعب موسيقى وهتنضم لفرقة موسيقية او لباند، يعني فرقة موسيقية هتلعب معاهم موسيقى وهتستمتع بوقتها. فهنا بيقول لنا سارة plays an instrument يعني سارة بتلعب على آلة موسيقية. instrument مرة تانية يعني آلة موسيقية. وهنا بيقول لنا listen استمع to the story إلى القصة. then ثم بعد ذلك read it يعني اقرأها along مع with the teacher المدرس بتاعك. فأنا هعمل قراءة أو هعمل reading لكل جزء مكتوب تحت كل صورة، وانتوا هتقروه معايا مرة تانية، هنقراهم مع بعض مرتين علشان نفهم الستوري الجميلة ونبقى عارفين مع بعض القصة المكتوبة في البيج دي. فأول حاجة بيقول لنا Sarah made new friends. Sarah made new friends يعني Sarah made ده الماضي بتاع make يعني يصنع، made خلاص صنع. فسارة made يعني سارة خلاص صنعت كونت new friends أصدقاء جدد. خلاص سارة بقى عندها أصدقاء جدد. سارة made new friends. مرة كمان سارة made new friends. وبيقول لنا في السطر التاني سارة likes her new home. سارة likes يعني سارة تحب her new home بيتها الجديد. new يعني جديد و home يعني بيت. Sarah likes her new home. مرة كمان Sarah likes her new home. Sarah likes her new home. طب الصورة التانية مكتوب تحت منها Sarah's friends like music. Sarah's الأبوستروفي S اللي هي الخاصة بالسلملكية اللي بتقول إن أصدقاء سارة Sarah's friends يعني أصدقاء سارة like music بيحبوا الموسيقى، أصحابها بيحبوا الموسيقى Sarah's friends like music. وفي السطر الثاني Sarah likes music too. Sarah likes music too يعني سارة بتحب الموسيقى. to هنا يعني أيضا، يبقى Sarah likes music too. والصورة التالتة مكتوب تحت منها Sarah wants يعني تريد to learn أن تتعلم
to play music, to play music أن تلعب الموسيقى. Sarah wants to learn to play music. Sarah wants to learn to play music. Sarah wants to learn to play music. يبقى سارة عايزة تتعلم تلعب موسيقى. Music makes Sarah happy. Music الموسيقى makes بتجعل Sarah happy. سارة سعيدة. Music makes Sarah happy. مرة كمان. Music makes Sarah happy. وآخر picture أو آخر صورة مكتوب تحت منها What instrument should Sarah play? What يعني ما أو ماذا instrument الآلة الموسيقية should Sarah play التي يجب أن تلعبها سارة؟ إيه الآلة الموسيقية المفروض سارة تلعبها تعزف عليها؟ مرة كمان What instrument should Sarah play? What instrument should Sarah play? وبكده إحنا عرفنا الكلمات الموجودة في البيج دي وعرفنا الستوري الجميلة المكتوبة فيها اللي بتكلمنا إن سارة فعلا خلاص بقى عندها أصدقاء جدد وإن سارة بتحب بيتها الجديد وإن أصحاب سارة بيحبوا يسمعوا الموسيقى وسارة كمان بتحب الموسيقى هي كمان والموسيقى أو music makes سارة happy الموسيقى بتخلي سارة سعيدة وهي دلوقتي بتفكر هي تلعب على أي آلة موسيقية يبقى عشان كده في الآخر بيسألنا بيقولنا what instrument should Sarah play أي آلة موسيقية المفروض سارة تلعبها ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 54 أو صفحة 54 وعنوانها I hear I hear I hear يعني أنا أسمع وهنا يا أصحابي في البيج دي المفروض وإحنا في الكلاس روم التيتشر بتاعنا يسمعنا بعض الأصوات سواء كانت أصوات loud أو high يعني عالية high أو loud يعني صوت عالي أو أصوات low أو منخفضة نعرف الفرق بين الصوت العالي والصوت المنخفض ونحاول نلاحظ بحاسة السمع بتاعتنا أو with our sound sense أو with our ears بودنا يعني نحاول نلاحظ الفرق بين الأصوات المختلفة ممكن نغمض عينينا وإحنا بنسمع الصوت علشان نقدر نركز أكتر ده مكتوب طبعا ومتقرر في طرق التعليم بتاع الأطفال إن إحنا نعرف إزاي الفرق بين الأصوات المختلفة أصوات الأشياء وأصوات الحيوانات وأصوات البني آدمين كمان أو people sound فالمهم يا أصحابي هنا بيكلمنا عن حاسة السمع والأصوات اللي إحنا بنسمعها فأي يعني أنا وهير هير يعني أسمع أي هير أنا أسمع فهنا المفروض وإحنا في الكلاس روم نسمع بعض الأصوات ونحاول نعرف ونحدد إيه الصوت اللي إحنا سامعينه ده فهنا بيقول لنا draw ارسم what you hear ما الذي تسمعه draw ارسم what you hear اللي إنت سامعه فمثلا دلوقتي لو أنا سمعتك صوت مثلا بتاع العصافير زقزقة العصافير زي ما انت سامعه دلوقتي هل يا ترى لو انا سمعته لك من غير ما اقول لك الصوت ده صوت ايه هتعرف تحدد ان ده صوت زقزقة العصافير طب انا لو سمعتك صوت مثلا بتاع حد بيتكلم شخص معين سواء كان حد مشهور او حد غير مشهور ممثل او مدرس في السكول بتاعتنا تيشر من التيشرز بتاعنا أو حتى حد من أصحابك هتعرف تحدد صوت مين ده؟ طب أنا لو سمعتك صوت بابا أو ماما أو حد من إخواتك هتعرف تحدد صوت مين ده؟ طب أنا لو سمعتك صوت حد بيمشي صوت خطوة حد ماشي على الأرض هتقدر تقولي إيه الصوت اللي أنت سامعه؟ وآخر حاجة لو أنا سمعتك صوت جرس بيرن وسألتك إيه الصوت ده هتقدر تقولي ده صوت
رينجينج بيل أو جرس بيرن. فأنا المفروض دلوقتي سمعتك بعض الأصوات، مثلا صوت جرس بيرن وصوت كمان زقزقة العصافير، وقلت لك draw ارسم what you hear اللي انت سامعه. فالمفروض ان انت هترسم لي هنا مثلا صوت طائر او بيرد، small bird بيسنج او بيغني بيعمل صوت، وصوت تاني مثلا زي جرس بيرن، جرس المدرسة او school bell او اي جرس مثلا جه في خيالك هترسمه هو طالع منه الصوت بتاعه، وهتقولي ده مثلا رينجينج بيل او جرس بيرن. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 55 او صفحة 55، وعنوانها high and low. high يعني عالي او مرتفع، and low ومنخفض، high and low. وطبعا هنا اصحابي بيكلمنا على الساوند او على الصوت، زي ما قلت لكم في الصفحه اللي فاتت في فرق بين الاصوات الهاي او العاليه او اللاود، وفي فرق بينها وبين الاصوات اللو او المنخفضه. احنا عارفين طبعا ان في صوت عالي وفي صوت منخفض، وفي حاجات بيبقى صوتها عالي، صوتها الطبيعي بيبقى عالي، وفي حاجات تانية مثلا بيبقى صوتها منخفض. فهنا بيقول لنا draw ارسم two objects عنصرين that make a high sound، that make a high sound بتعمل صوت عالي. وفي المطلوب التاني في البيج دي او في السطر التاني كاتب لنا draw ارسم two objects عنصرين that make a low sound، that make a low sound اللي بتعمل صوت low منخفض. ومدينا هنا تيبل او جدول صغير كده مكتوب في الجنب الاولاني ده high sound او صوت عالي، و low sound او صوت منخفض. فالمفروض هنرسم هنا تحت ال high sound في السكوير الأولاني ده هنرسم حاجة بتعمل هاي ساوند أو بتطلع صوت عالي، ونرسم كمان تحت في الفريم التاني أو السكوير التاني ده حاجة تانية بتعمل برضو هاي ساوند أو صوت عالي. أما في اللو ساوند أو الصوت المنخفض برضو مدينا تو فريمز أو تو سكويرز، هنرسم فيهم حاجتين كل حاجة منهم بتعمل صوت بس صوت لو أو صوت منخفض. فأول حاجة مثلا في الهاي ساوند أو الصوت العالي، إيه ممكن يكون بيعمل هاي ساوند أو صوت عالي في الحياة حوالينا مثلا يا أصحابي؟ شاطرين كلكم، ممكن مثلا البيل أو الجرس بتاع المدرسة ده صوته عالي عشان يعرفنا الوقت بتاع كل حصة من الحصص. يبقى ممكن نرسم هنا مثلا سكول بيل أو جرس المدرسة. طب ايه تاني ممكن يكون صوته عالي مثلا حوالينا وبيعمل صوت عالي؟ مثلا لو انت جبت مثلا وسل او صفارة كده صغيرة من اللي بيصفر بيها الحكم في مباريات الكورة او اي نوع من انواع الوسل او الصفارات، وجربتها هتلاقيها بتطلع صوت عالي جدا. فممكن هنا نرسم برضو وسل او صفارة من الصفارات بتاعت الكورة مثلا أو أي نوع من أنواع الصفارات. طب إيه اللي ممكن يكون بيعمل low sound أو صوت منخفض؟ شاطرين كلكم برضو، ممكن صوت الخطوة بتاعت مشي أي حد، الخطوة اللي إحنا بنمشي اللي بتطلع وإحنا ماشيين على الأرض، لما حد بيمشي على الأرض بيطلع منه صوت واطي جدا أو low sound ما بنسمعهوش غير لما تبقى الدنيا هادية جدا جدا، فده اسمه low sound. فممكن نرسم هنا مثلا أقدام حد ماشي. وممكن ايه تاني مثلا يكون بيعمل low sound أو صوت منخفض؟ في حاجات كتير جدا حوالينا بتعمل low sound أو صوت منخفض، زي مثلا صوت باب بيتقفل أو صوت باب بيتفتح بيعمل صوت خفيف كده، زي مثلا اي حاجه احنا بنشيلها بنحطها من غير ما تعمل صوت عالي،
حتى التليفون اللي احنا بنستخدمه وبنتكلم فيه لو ما حطيناش السبيكر او السماعه على ودننا مش هنسمع الصوت بتاع التليفون او الحد اللي بيكلمنا في التليفون، فده بيطلع منه low sound او صوت منخفض. ممكن نلاقي حاجات كتير جدا حوالينا بتعمل high sound وحاجات تانية كمان بتعمل low sound او صوت منخفض. وبكده نكون انهينا البيج دي وانهينا معاها شرح درس النهاردة. وفي الختام اتمنى تكون استفدت من الدرس، لو اعجبك الدرس اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس أو الروابط بتاعتها في الديسكريبشن أو الوصف أسفل الفيديو، وسايب لكم كمان قوائم التشغيل بكل الدروس وكل المراحل، الترم الأول والترم الثاني منظمة، بحيث إن أنت لو حبيت ترجع لأي درس في أي ترم هتقدر ترجع له بمنتهى السهولة. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.